ومعنا هاتفيا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية شيخ يحيى سنبل، مرحبا بك. إذا غارة جديدة لطائرة مسير على مخزن لسلاح تابع للحشد العشائري في قضاء هيت في الأنبار، كيف ترى شيخ يحيى استهداف مقر الميليشيات في المدة الأخيرة؟ أخي الكريم، ما يجري من عمليات استهداف لهذا لأكداس العتاد أو لما يتهم بأنها صواريخ بالستية تقوم إيران بإخفائها في هذه المناطق وفي مقرات يرجح أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، يظهر مدى الخلاف على النفوذ ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ومما يدلل على أن الأذرع الإيرانية والميليشيات قد أخذت أكبر من حجمها وأصبحت خارج سيطرة الدولة العراقية وخارج حتى سيطرة القوات المسلحة أو الأمنية التابعة للحكومة العراقية ولربما حتى للأمريكان. لذلك وجب ضرب هذه المقرات من أجل تحكيمها لاستمرار المشروع الأمريكي في العراق. هذه الغارات لم تقتصر على مقار الميليشيات في العراق، إنما تابعتهم في سوريا وضربتهم في البوكمال، هل هي تصفية أمريكية لأذرع إيران؟ حتما ما ضرب في البوكمال أو في سوريا هي كلها هذه تابعة لكتائب وفصائل ميليشياوية تخضع للحرس الثوري الإيراني، وقامت الحكومة العراقية بتقنينها بأنها تتبع للقائد العام للقوات المسلحة، في وقت أصبح معروف للرأي العام المحلي والعالمي بأن هذه الميليشيات تخضع بصورة مباشرة لقاسم سليماني ولمكتب المرشد الإيراني، ولا علاقة لها بالقوات المسلحة العراقية، بل هي الآن تحاول السيطرة حتى على الجيش والشرطة الاتحادية والقوات المسلحة العراقية، وتريد أن تأخذ نفس النمط والنظام الموجود في إيران. فالجيش الإيراني الآن يخضع للحرس الثوري الإيراني، ويراد من الجيش العراقي والقوات الأمنية أن تخضع للحشد الشعبي والفصائل التي تتبع إلى الحرس الثوري. هذه الغارات خلفت تجاذبات وصلت إلى الخلاف بين قادة الميليشيات وحكومة عبد المهدي بحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية، إلى أي مدى ترى أن عبد المهدي قادر على كبح جماح الميليشيات؟ عبد المهدي غير قادر على كبح هذه الميليشيات أو الوقوف بوجهها مطلقا، وهذا معروف سواء للأمريكان أو لكل المطلعين على الأمور في العراق. لذلك عبد المهدي ومن جاء في ركب الدبابة الأمريكية هم على استعداد لتغيير جلودهم من أجل البقاء على الكراسي والاستمرار بسرقة ثروات العراق والاستحواذ عليها والاستئثار بالمناصب. لذلك هم على الاستعداد لأن يعملوا أي شيء للبقاء في هذه المناصب. لذلك يتهمون من جانب قادة الميليشيات بأنهم على علم ودراية بما يجري من قصف وتدمير لهذه المقرات ولهذه الأسلحة ولهذه الأماكن. هنا هذا هو السبب الذي يجعل هناك جاذبات بل واتهامات ما بين قادة الميليشيات والحكومة العراقية. أشكرك شكرا جزيلا لك أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية شيخ يحيى السنبل.